للاستثمار. منافسة مبكرة ريزونانت المدرج حلق ويقود المقدمة والصدارة يلي في المركز الثاني سيمبل أتاك بينما على السياج الخارجي إنري في منافسة من بداية الأولى في المركز الرابع مقاتل وخامسا يتواجد لونغ ووتر بينما المركز الثاني الأحباد دوكيت من خلال منافسة والوصول إلى منتصف المسافة منحنى تبوك في أداء رائع من خلال الانطلاقة لا زال يتصدرها ريزون يقود المركز الأول مع الملاحقة القوية من سب الأتاك في المركز الثاني بينما حملات قادمة من إنري في المركز الثالث ولكن هناك المقدمة والترشيح القوي ريزون الأسماء المرشحة القوية في هذه الصدارة والمركز الأول والمحاولة قادمة بقوة من سمبل أتاك وريتشارد مولن الذي يدفع بقوة إلى المركز الثاني بينما الصدارة لا تزال هناك باد دوك لا زال هو المرشح الأقوى وهو القادم بقوة في الرونج الأخيرة وهو في الرونج الأخير من خلال هذه المنافسة التي تعلن هنا ريزونانت إذا بطل الشوط الثاني من خلال المنافسة بينما سمبل أتاك يعني الثاني لونغ ووتر في المركز